بوصي. شكرا يا عمي. العفو. تفضلي امي. روحي كملي الجليات قوام. جلي 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 طول. عمي هي قهوتي مو طيبه لحالها، بركي بتلاقي لي شي بسكوتين الله يرضى عليكي. بسكوت؟ ما في عنا بسكوت. لك وينك عمي؟ كعكه بيمشي الحال. ما بينعز عنك ابو وصفي، انا الكعك ما بجيبه لبيتي بدهدر، لانه خلينا بموضوعنا. ايه نور عيوني؟ حطيتي لي خبر بالمكتب انه بدك يعني، وهي انا بين الايادي، امريني بس. ما يامر عليك ظالي. ولا انت ان شاء الله. شوف بدك تخليني ببالك وتجيب لي جماعة عزراف مثل اللي جبتهم بغيابي لأم خالد، مالهم مشاكل، كل يومين ثلاثة، كل جمعة، كل فترة، انت بتنتفع وانا بنتفع، ونيان من نفع واستنفع. ابو وصفي الحياة صعبة بتعرف. اي مو على عيني يا امها، شو علي تكرمي، بس يعني بلا منقود بحب الفيت نظريك. انا زبوناتي غير شكل ومضمونين، زبوناتي بنقيهم من على وش البسطه، لذلك انا ما ببل سمسرتي اقل من 30%. كثير رافعه لسعرك. قلت لك انا زبوناتي من على وش البسطه، وهدول لا بيعملوا مشاكل ولا وجع راس ودفيعه. كل شيء بوقته حلو، بس انت خليني ببالك. ولو انت ببالي وبكره بيكون عندك. من زمان قلبي كان حاسس. ايه 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 ايه. مرحبا ام احمد. اهلين ابو وصفي. تفضل شباب. وانت شباب اطلب. تفضلوا تفضلوا. ام احمد اخي ام احمد. شو ها هدول وش البسطه؟ ما قلت لك ما بدي اجر انا شباب.